وبكتير كول اليوم رح نحكي عن مسرحية آخر خرطوشة من كتابة وإخراج ميشيل زلوعة وناري كوركوجيان. ناري حضرتك وحضرتك ميشيل، أهلا وسهلا فيكم بالجديد. رح نحكي عن مسرحيتكم آخر خرطوشة. مين ببلش؟ يلا تفضلي ميشيل. أوكي، مسرحية آخر خرطوشة هي من كتابتي أنا وناري ومن إخراجنا كمان. حلو. تعرفنا على بعض بمدرسة بيروت الصيفية اللي هي مدرسة بتقدم ووركشوبس للمسرح ولفنون الأداء. سو تعرفنا على بعض وكان عبالنا كتير نشتغل مع بعض لأنه كتير حسينا أنه منفهم على بعض، وقدموا لنا فرصة أنه نعمل هيدا الشيء. فكتبنا مسرحية آخر خرطوشة. آخر خرطوشة هي مسرحية بتحكي عن بنتين عم يجربوا يعملوا مسرح، وهيدا اخر خرطوشه يعني بتحكي قصتكم. صح. انه انتوا عم تجربوا تعملوا مسرح، مين بيمثل فيها ناري للمسرحيه؟ الاكترز هن تيريزا صالح وغايال عيلة. عملنا كاستنج. ليه مش انتوا مثلتوا كمان؟ كان كتير عبال صراحه، بس ولا البروجرام كان انه نحن دارسين يعني انا خريجه مسرح. اوكي، لكن هي شغلتها. ايه انا بشتغل تمثيل كمان. بس نحن حبينا انه حدا تاني كمان عم بعيش ذات الستراجلز انه يكون عم بيخوض هيدي التجربه صراحه، يعبر عن نفسه كمان على المسرح. وكان البروجرام تبعنا يلي قدمنا عليه اتس ا دايركتنج بروجرام، سو نحن كان لازم نكون ورا المسرح تنشوف اور برودكت. صح. نعم. فاذا هذا الشيء صار عم نحكي جزء من برنامج مدرسه بيروت للمسرح وفنون الاداء. شو هي البرنامج؟ شو هو عباره عن شو؟ هي مدرسه كانت صيفيه، هلا صارت عم تعمل مشروع مشروع شتوي. بتقدم ووركشوبس من عالم كتير مخضرمين بالمسرح وبيشتغلوا بهيدا الدومين. بتنقي ناس مش بس من المسرح، انه ناس مش ضروري يكون عندهم باك جراوند مسرحي، بيجوا بيعملوا ووركشوبس لمده شهر ونص. وبتقدم لهم الفرصه انهم يطوروا نفسهم بهيدا المجال، وبتعطي انترنشيبس وفرص للعمل بالمسرح يعني. وهي اول مره عم يعملوا بروجرام للالومناي تاعولن يلي للدايركتنج هي، وعندهم شيء تاني لل انترنشيب بمونو يعني يشتغلوا على الاضاءه وهيك اخبار. nice. طيب ناري، بدنا نعرف منك اكثر بالتفصيل شو اخر خرطوشه. يعني بنقول نحن هيدي اخر خرطوشه، ما بقى نجرب من بعدها، بنحكيها بمحكيه. شو قصدك ليه اخترتي هيك؟ اخر خرطوشه هي انه اتس يعني هلا انت عم تجذب المشاهدين ليروحوا يحضروكم. كيف تختصري هالشيء؟ ات واز ذا لاست درافت يلي كنا عم نشتغل، كان عنا افكار كتير وبلشنا نكتب ونخرج وهيك، بس بعدين قررنا انه بدنا نحط كل هول الافكار مع بعض ونحكي عن مشاكلنا ومشاكل البلد ان واي. بتكون تحكوا عن اشياء وطنيه. مشاكل البلد يعني من خلال عيون البنين. عفوية. العنوان طلع بهيك قاعدين عم قلنا عن جد هيدا اخر خرطوشه، اذا ما زبطت بدي اترك كل شيء وفل. فهيك طلع يعني هلا كان عنا احباط انه ممكن ما تزبط الاشياء، بس زبطت الحمد لله. مش الحاله لاخر مره يعني بدنا نجرب هيك نعمل مسرح. فاذا عم تحكوا عن معاناه الناس، معاناه ربما الطلاب او الخريجين والعالم يلي عن جد بدها تعمل مسرح، بس منعرف كلنا الوضع المادي الوضع النفسي اصلا انه لتكتب مسرحية بهيك وضع وتاخرجيه هيدا الشيء مش هين صراحه. مين انتجها؟ في منتج؟ مزبوط، بيروت سمر سكول انتجوها بالشراكه مع مسرح مونو. رح يصير عندهم مسرح مونو. عم نشوف البطاقه هون. حلو على فكره شكلها. رح يكون الديكور ولا شو هيدا؟ هي شنطه ولا صوفا؟ هي صوفا على شكلها مع شنطه. ايه يعني اخر خرطوشه. ايه يعني رح نحمل بيتنا ورح نحمل مطرح ما بنسكن وبنقعد ونفل. صح. بقى تحكي عن اوجاع يعني اللبنانيين. نعم. فاذا اي متى العرض لندى الناس اذا جابلهم يشوفوا؟ 18 ل 21. من 18 هيدا الشهر ل 21 بمونو من الساعة 7:30 مع ممثلين. بنرجع بنعيد الاسماء ممثلين. جايال العائلة وتيريزا صالح. وسبق كلكم صبايا. ايه. ليه ما دخلتوا شباب؟ في عنا حدا بيشتغل معنا إضاءة، تصميم الإضاءة إتيان سوكونيان، وهو بيصور لنا حيكون عم بيصور لنا المسرحية والفوتوغرافس هو أخذهم يعني. كتير حلو. برأيكم صبايا، هذا السؤال الأخير، أول شيء رحتوا درستوا مسرح وربما كمان إخراج هلا عم تعملوا كتابة، إنه المسرح ببلد مثل لبنان شو بيعمل؟ ماذا يقول الضحايا يعني؟ بيعالج صراحة. بيعالج؟ كثير حلو. بيعالج المشاهد المتلقي ولا بيعالج كمان اللي عم بيعمل؟ حسب المتلقي كيف بده ياخذ الشيء اللي عم يحضره، يعني في ناس بتحضر مسرح لتتسلى، وفي ناس بتحضر مسرح عن جد بهمها انه تكون عم تاخذ اشياء جديدة، تاخذ مورال من المسرحيات اللي بتحضرها،
وفي ناس بتجي تحضر لانه واجب عليها تحضر يمكن، بس نحن هدفنا انه يكون هيلينج، يعني نعالج العالم. هلا قد المسرح بالمدن كثير، وبنلاقي كمان عبر التاريخ بالبلاد اللي بتآمن بفكره المسرح واللي عندها المسرح بتلاقي انه شعوب هيك بتحسيها مرتاحه اكثر مع حالها، مرتاحه صح مرتاحه مع، بتآمن بفكره انه الابداع قد بيغير والثقافة قد بتغير. مزبوط. نعم، لكن جعبنا نشوفه كمان بأعمال أخرى بعدين أكيد. وخاصة إذا هلأ هيدا نجح إن شاء الله أكيد رح ينجح. عملته عرض أول ولا بعد؟ لا بعد جمعة الجاي. لا اللي بيكون لصحفيين وناقدين هيك صح، بنشوف شو بيقولوا بنقرأ وبنرجع من ربما بنضوي عليها بطريقة أخرى. شو عنا أحلام أخرى بعدين؟ نكمل نكون عم نمثل يمكن بأعمالنا ونكمل بالمسرح. بتحبوا تمثلوا غير مسرح التلفزيون؟ أنا أخذت تجربة بالتلفزيون مع محمد الدايخ، بس يعني إن شاء الله إذا الفرص بتقدم لنا ليش لا. طيب حلو كتير، لكن هذا بكون نداء كمان من هم من برنا. أهلا وسهلا فيكم ميشيل ونارا، ونتمنى لكم كل التوفيق ورح نحضركم.